في اي ملاحظه او رساله حابب تقولها للاعيبه نادي الزمالك قبل هذه المواجهه؟ اخد بالي من التحكيم كويس قوي وابقى حريص جدا فيه، لان انا عندي معلومه او زمايلكم في الاعداد قالوا لي ان الحكم ده حكم 3 ماتشات، خاصه اربع الحكم ماتشات الثلاثي 4 ماتشات لفرقه نادي البركان، ده حكم ملاكي بيجي لهم كل ماتش. فدي خد بالك جرس انذار كبير جدا، ولازم لعيبتنا يبقوا واخدين بالهم، طب رأيك في ولازم بيان نادي الزمالك اللي طلع واتبعت للفيفا ان بص في هقول لك على ملحوظة حاجه، مهمة ان الحكام نادي دول الزمالك عمل اللي عليك في البيان، بعت للكاف انما عفوا. انا بقى يعني اتمنى بقى، اتمنى من زي ما احنا بنشتغل في او اعلاميين الزمالك او اعلاميين مصر يساعدوا الزمالك في الحته دي، ان يحاولوا يبرزوا الحته دي عشان الناس تخاف منك، ويبقى ليك انياب خليهم هم شاطرين في الماتش ده، حريصين لو غلطوا ان مصر مش هتسكت، او جمهور الزمالك مش هيسكت، او الاعلام المصري مش هيسكت. هذا ما نتمناه احنا هنا في قناة الزمالك، يعني بنقول ده بشكل واضح جدا. الموضوع مش مستاهل غير ان انت يبقى فيه عدالة، يبقى فيه تكافؤ للفرص. ما ينفعش حكم يبقى محكم 4 مباريات وده هيبقى الخامس بالنسبة له. انا بتكلم على الحكم خليل حساني اللي هو حكم لقاء ما العودة، هو ده حكم بص كماكو حكم الساحة في مباراة الذهاب في المغرب، الحكم ده عمل كوارث في مباراة منتخب مصر أمام المغرب في المغرب في بطولة تحت 23 عام، وطرد محمود صابر في الدقيقة الأولى تقريبا من المباراة. هو ده اللي انا عايز اقوله، ان يبقى في ضغط اعلامي قوي اليومين الجايين دول على التحكيم، على الاقل الاعلاميين الزملكاويه، ويا ريت اعلاميين مصر كلها، ما الزمالك برضه بيمثل يعني مصر. بغض النظر عن ان هو بيمثل مصر او بيمثل نفسه او اي حاجه الناس عايزه تقولها، ان الناس تقول لك لا يا عم ده بيمثل نفسه، احنا بنمثل نادي الزمالك وجمهور الزمالك، مستني لعيبته تكسب. انما في الاخر اتمنى ان زي ما في الناس بتتساند، نادي الزمالك يتساند في الوقت.